أهلا بكم، هنتكلم للمرة المليون عن أفضل طريقة لتسريع نمو النبات وتخليه بالشكل ده ممكن في شهر ونص شهرين بكتير قوي، وفي نفس الوقت هتضمن ان هو يكون بصحة كويسة جدا ويقاوم بقى العوامل الجوية، مش من أول عطش أو من أول موجة برد تلاقيه مات منك وإيه وزبل أو نفض ورقه كله أو ما شابه. أهم حاجة وأول حاجة عملية التقليم يا جماعة، عملية التقليم. بص هنا معايا وخلينا نفصص النبتة دي كويس قوي. دي نبتة الانتيرا عملناها مع بعض في 50 فيديو قبل كده، لكن النبتة دي تحديدا مشينا معاها واحدة واحدة من ايام ما كانت عقلة صغيرة بالعرض، طالع منها عينين، كل عين طلعت شتلة، فبقى عندي هنا اهو لو ناخد بالنا ادي شتلة لوحدها اهي وادي شتلة لوحدها اهي، اقدر افصلهم؟ اقدر اهو، نعمل كده اهو باين جدا اهو، اقدر افصلهم؟ طبعا اقدر افصلهم، لكن ما حبيتش في كل الفيديوهات ما حبيتش افصلها لاني بصراحه ما عنديش مكان ان انا ازرع اي حاجه تانية. طيب عملت ايه في النبته دي علشان تبقى بالشكل الجميل ده ومع ذلك لسه في اجمل، لسه في اكتر؟ انا كده مهمل جدا في الزرع الفتره اللي فاتت دي علشان كان عندي شغل كتير، فخلينا بقى نرجع تاني. طيب اول حاجه عملتها لو ناخد بالنا ادي الساق الرئيسي اهو، وجيت عند الساق الرئيسي اللي هو طالع لحد هنا وقمت عامل عمليه تقليم. لما عملت عملية تقليم ايه اللي حصل؟ طلع فرع يمين، طلع فرع شمال، وبعد كده انزل تحت لقيته من تحت راح مطلع فرع يمين وطلع فرع شمال، يبقى طلع اربع افرع علشان قصيت القمة النامية بتاعة الساق الواحد او العود الواحد اللي كان طالع لي من النبتة. طيب اسكت؟ لا ما سكتش، ابتديت اشيل بعض الاوراق السفلية من تحت، وبعد كده كل الافرع اللي طلعت لي ادي فرع جديد اهو اللي هو اليمين والشمال، رحت عامل له عملية تقليم باينه جدا اهي. حصل ايه لما حصل التقليم؟ خلينا نشيل الورقه دي اهو كده عشان نشوف مع بعض. لما شلت القمه الناميه من هنا تاني حصل ايه؟ طلع فرع يمين، طلع فرع شمال، تمام؟ يبقى انا دلوقتي مطلوب مني ان انا اجي على الفرع الجديد ده واقوم شايل القمه الناميه بتاعته. قوم يحصل ايه؟ هيطلع ان شاء الله فرع يمين وفرع شمال تاني. طيب هل انا بقى هنا عندي القرار بتاعي لازم اخده، محتاج الشتلة بتاعتي تبقى كبيرة ولا تبقى شكلها حلو ومكتكتها وصغيرة؟ بمعنى الشتلة بتاعتي دي عايز يبقى مليانة ورق ولونه احمر جميل كده، دم الغزال الجميل بتاعنا ده اللي هو بالمناسبة مش موجود دلوقتي علشان هنتكلم للون بتاعه مش موجود عشان سببين هنتكلم فيه بعدين. طيب هل محتاج بقى كل الورق بتاعك ده يبقى كورة كده صغيرة او بشكل معين صغير والزرعة تبقى صغيرة، ولا محتاجه يبقى كبير عشان انا عندي بلكونة كبيرة ولا عندي روف كبير؟ طيب تفرق في ايه؟ تفرق ان انا لما باجي اخد القمة النامية بقطع عند اول عقلة، يعني اشوف هنا هو اول عقلة اول عين فين هنا هو هقطع، تمام؟ لكن انا بعمل كده ايه؟ انا كده بقصر النبتة، تقوم النبتة لما تكبر واقصرها تكبر واقصرها تاخد الشكل اللي انا عايزه بس وهي صغيرة. لكن انا لو عايز النبته تكبر بعمل ايه؟ بقطع القمه الناميه واسيب 3 4 عيون او 3 4 عقل، فبدل النبته فرصه ان هي تتمدد وتفضل محافظه على التمدد بتاعها. بمعنى ان النبته زي عود زي ده، تعال نشيل بعض الاوراق. طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنشيل الاوراق السفليه، كل الفيديوهات بتاعتي بقول لك فيها شيل الاوراق السفليه، مش هيأذي النبته، مش هتزعل منك، مش هتخصمك، بل بالعكس انت بتريحها وبتديها فرصه للتمدد الجذور وبتديها فرصه لتوزيع الغذاء التوسيع المثالي على بقيه المجموعه الخضري. ادي الايه؟ الفرع بتاعك او العود بتاعك مشي معايا لحد هنا، رحت مديله تقليمه حلوه، التقليمه باينه جدا اهي. حصل ايه؟ طلع فرع يمين بس وقف، ليه وقف؟ ليه؟ عشان الفرع الشمال كان اشد منه وانشط، فانا سبته طبعا ما كنتش مركز بعد النبات تماما الفتره اللي فاتت، فاللي حصل ان هو مد ومد ومد وطلع يجري ايه، محدش عارف يوقفه. ونفس الموضوع ده حصل هنا اهو، انا عندي هنا فرع ما لحقش يكبر قوي عشان التاني كان كبر اللي انا لسه مقلمه، ونفس الكلام في الفرع التاني الكبير ده اهو، قلمته من هنا طلع فرع شمال اهو ضعيف جدا وطلع فرع يمين طويل جدا جدا جدا. طب ده صح؟ لا طبعا ده غلط جدا جدا اللي احنا سايبينه ده. وهكذا في النبته الثانيه اللي ورا، تعال نشوف النبته الثانيه اللي ورا ايه اللي حصل. اهو نشيل بقى دي كده اهو، النبته الثانيه اللي ورا اهي، انا قلمتها من هنا راحت مطلعه فرعين اهم، فرعين اهم، واحد صغير وواحد طويل كبير جدا، وبعد كده توقفت عن النمو. طبعا هي مطلعه افرع من تحت لكن او ورق كبير من تحت لكن ما تقصش، وبالتالي الموضوع وقف عندها شويه، لكن النبته اللي على الشمال عشان كنت ايه قصيت لها الدنيا فالدنيا بتاعتها احسن شويه. طيب نعمل ايه؟
هنا بقى اللي انا بقوله، هل حضرتك عايز النبات ده يبقى طويل؟ ساعتها هتاخد القمه الماميه تبص منين؟ من فوق من هنا او على الاقل من هنا، وتاخد الحته دي عقله تزرعها تبقى ان شاء الله شتله لوحدها بعد شهر او بعد شهرين، تبقى شتله لوحدها جميله وزي الفل زي ما زرعنا 100 مره قبل كده. لا انا عايز النبات صغير وقصير بس ياخد الشكل الجميل بتاعي، بس هقطع منين؟ هقطع من هنا. يبقى هتقطع على الطويل من هنا او على القصير من هنا حسب قرار حضرتك. ده يفرق مع النبات في حاجه؟ لا. هل هيضايق النبات؟ لا. هيزعله؟ هيخليه يقف عن النمو وهيموته؟ خالص، بل بالعكس، انت كل ما تقلل حمل كل ما يرمي جذور افضل، كل ما يرمي غذاء عندي افضل، كل ما يبقى الدنيا افضل وافضل وافضل عندي. طيب يبقى رقم واحد عمليه التقليم عمليه هامه جدا لابد ان نركز فيها تماما ولا نتغافل عنها. طيب نقلم احنا بقى عشان شغلنا، انا هاخد دي كعقله خلاص، واتفقنا ان العقله انا اقدر ان انا اصفيها من الورق بحركه واحده، ان انا امسكها من فوق كده بصبعين كده من فوق لتحت خلاص، وبعد كده هدبها وبعد كده هزرعها باي طريقه من الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. هاخد دي كمان اعملها عقله كده واسيب النبات على كده كده تمام التمام. طب دي اقصر من الثانيه تنفع؟ اه تنفع. طب الورق ده ممكن اعمل فيه ايه؟ اقطع نصه بقى الورق كده تمام زي الفل. بص عندي هعمل ايه هنا اهو، اهو خرمت خرمه احط العقله وبصبعيني اتك عليها التربه كده على الجانبي كده على الجنب كده، ودي نفس الكلام، وخارم خرمتين هنا عشان اخد اربع عقل ولا حاجه. ما هشتل بقى، ممكن اشتل 10 عقل في البتاعه دي، واول ما الدنيا تحلو معاهم والاقيهم اشتغلوا كده على الربيع الجاي ولا حاجه، احنا دلوقتي في اول واحده اهو، لما الاقيها على الربيع الجاي شدت حيلها تمام اقدر افصلهم زي ما انا عايز. نرجع بقى تاني للنبته بتاعتنا. مفيش حاجه اسمها ان احنا نسيب الورق الساق لحد ما يطول ويدلدل كده، مفيش حاجه اسمها كده تماما يعني. غلط جسيم يعني، اهو اهو بقت ممتازه كده. ناخد البتاع الطويله اللي ورا دي، شايفين شتله التمر الهندي وصلت ازاي؟ ده في فوق بقى قد كده، كبر عندي بكتير كده تمام. يبقى نشتغل بالعقل بتاعتنا بعدين. يبقى رقم واحد التقليم للافرع، رقم اتنين الورق السفلي، اي فرع طالع لك ما تسيبش تحتيه ورقه اهو كده، على الاقل هيبان شكل الفرع وكده، ده في مرحله النمو طبعا. بعد كده هنسيب الورق عشان هنبتدي نقلم الورق، نعمل حاجه اسمها التشكيل بقى، تشكيل وتهذيب، اللي هو هسيب الورق ده علشان يديني الشكل الجمالي المطلوب من النبات اصلا. ده فرع سفلي بالعرض كده، اللي بنسميه في الاشجار سرطان، بس في النباتات الزينه مش سرطان ولا حاجه لان هي مش مطعومه اصلا. الورق ده او الفرع الجانبي ده شلته. طيب حاجه ثالثه اللي هي الورق الكتير اللي مكتكت في بعض ده مش عايزينه، لان هو بيحجب عن بعض الشمس واحنا محتاجين الشمس. اعمل كده بقى في نباتاتك واتفرج بقى وادعي لي خلال شهر شهر ونص كده، اتفرج وادعي لي على اللي هيحصل فيها. طيب يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين العفره. طبعا الربيع عدى ولون الورق مش باين من كتر العفره اللي فيه. طب نعمل ايه؟ يا بالبخاخ يا بتجيب لو كانت الشتله في كوبايه صغيره او حاجه زي ما عملنا في فيديو قبل كده، ان انا كنت بغطس الشتله بالتربه بتاعتها بكل حاجه في برميل او في جردل مليان محلول مغذي جدا وفي مبيد حشري وفي مبيد فطري، كنت بظبط النبات تماما. هتلاقوا الفيديو ده على القناه، كنت بقول لك ان في اسبوع واحد بس عملت خليت شتلة النعناع تنفجر في النمو وتختلف تماما في النمو بطريقة اللي انا لسه حكيت بطريقتي الخاصة، فممكن ترجعوا للفيديو ده مهم جدا، احاول احطه لكم في الشاشة النهائية. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هغسل النبات لونه هو رجع تاني. طيب اللون ده مش محمر قوي برضو الى حد ما، لسبب اللي هو ان احنا في الشتاء ف ما بيجيلوش شمس كفايه، ده بقى لو نقعته في الشمس هتلاقي لونه دم غزال رهيب. طيب تالت حاجه ودي مهمه جدا التسميد. دلوقتي جه بقى وقت التسميد الجميل بتاعنا اللي احنا حافظينه، اللي هو التسميد العضوي او الخدمه الشتويه بتاعت النباتات والاشجار وبتاعت كل حاجه في الحياه. هنعمل ايه؟ هنجيب حفنه كومبوست تام التحلل، مش تروح تجيب لي زبل حمام لسه واخده دلوقتي من العشه ولا سمات فراخ ولا بتاع وتحطه هتقتل النبات على طول. بجيب يعني بكون مخمره ومسمده، بكون مخمره سابقا
ومحلله سابقا واجي اشتغل بيه على طول، هيبقى ممتاز ممتاز ممتاز. طيب اعمل ايه؟ اهرش سطح التربه. يعني ايه اهرش سطح التربه؟ انا امسك حاجه كده اهو، اي اله حاده، وابتدي اعمل كده في التربه، منه ان انا اجيب التربه اللي على الحواف دي اللي كل شويه تتدلق مني لما اجري، وادخلها في النص تاني، اعمل عمليه التحضين. يعني ايه تحضين؟ يعني بلم التربه على الساق علشان نزود عمليه الايه؟ الجذور الجانبيه الشعريه الشعيريه، يعني عشان بس في ناس بتقول ايه الشعريه دي؟ الجذور الشعيريه او الجذور الدقيقه او الجذور الخفيفه السطحيه، وخلي شكل القصيص جميل، وفي نفس الوقت بسمح ان التربه ما تكتمش معايا، وبسمح بايه؟ بمرور الاكسجين. اجروي بقى دلوقتي، مهم جدا الري دلوقتي. ممكن تروي بالخميره، ممتازه، ممكن تروي كمان بماء الاكسجين اللي هو ال H2O2. اي حاجه من الري ده مش هيقول لك لا، تعالى نروي. بس امتى؟ بعد ما نحط الحفنه من، انا دلوقتي بس مش ايه، مش جاهز عندي الكومبوست لسه ما نشفتوش. تحط الحفنه بتاعت الكومبوست وتقلبهم تاني على سطح التربه، وبعد كده تبتدي تروي. هنروي عادي خالص، انا مش هكتر في الري لان هي اصلا مرويه. يبقى اول حاجه عملناها التقليم، تاني حاجه عملناها الورق الزياده او الورق السفلي والورق الكبير واي حاجه مش محتاجينها في النبته عشان بتنمو. لما تبقى تنمو خالص وتجيب بقى اخرها نبقى نسيبها بورقها بكل حاجه. تالت حاجه عملناها اللي هي عزيق التربه من فوق. رابع حاجه عملناها اللي هو التسميد، ان كان بالخميره ان كان بالكمبوست ان كان بشاي الكمبوست ان كان بالعناصر، ما فيش مشاكل خالص. العناصر اللي هو المتعادل بقى والكلام ده كله، عايز تحط عالي فوسفور تمام، عايز تحط الماب او الداب، بودره او محبب ما اختلفناش، اي نوع سماد عندك حطه، وان كان افضلهم على الاطلاق لكل انواع الزرع اللي هو العضوي علشان تبقى زراعه عضويه والكلام ده كله. بس باكد انه يكون تم التحلل، والا هيطلع لك دود هيقتل النبات، هيطلع الرائحه نتنه، هيعمل مشاكل كتيره جدا اكتر من النفع بتاعه. طيب ما ننساش بالنسبه للشوكولاته الصغيره دي الصوبه، بالنسبه ان احنا في الشتاء انا مش هدخلها في ضله ولا حاجه، احنا في شتاء فهتسيبها في الشمس ساعتين ثلاثه مش مهم خالص. بس المهم ان الكيس يبقى بعيد عن الشتلات، مش كابس على العقل والا هيقتلها. الكيس نفسه هو اللي هيقتلها بين فرق الضغط والحراره الزياده والرطوبه الزياده. لما تعمل الحركه دي هتلاقي النبات بتاعك بينفجر في النمو وبيكبر بصوره كبيره جدا، بس مش هيكبر النهارده، يعني مش هتعملها النهارده وتبص عليها بعد اربع ايام تقول ما كبرتش ليه؟ لان احنا في الشتاء وكده كده معدل النمو ضعيف، لكن هنستفيد بفترة الشتاء ان احنا نخلي النبات يركز جدا في المجموع الجذري. تخش على الربيع هتلاقي انفجر ان شاء الله في النمو الخضري ويختلف تماما بامر الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات هرد عليك ان شاء الله، وحتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.